رحم الله المشير حسين طنطاوي اللي يعني بجانب انه ليه تاريخ عسكري كبير جدا ورمز عسكري كبير في القوات المسلحه الا انه كان كمان قائد حكيم رجل دوله من الطراز الاول تولى مسؤوليه اداره البلاد بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحه في 11 فبراير 2012 ودي كانت فتره عصيبه جدا عدت علينا كلنا لكن الحقيقه قدر بحكمه شديده انه يتجاوز مخاطر هذه الفتره اللي كانت بتواجه الدوله المصريه وقتها وتواجه المصريين خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن تاريخ المشير حسين طنطاوي ودور المشير حسين طنطاوي في حمايه مصر مع ضيفنا عادل العمده المستشار باكاديميه نصر العسكريه صباح الخير على حضرتك يا صباح الخير اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضراتكم واهلا بالساده المشاهدين وطبعا يعني 21/9 21, 9, 21 آه يعني 21/9 21 بأكدها تاني يعني تاريخ لن ينساه التاريخ المصري لان ده ذكرى وفاه البطل المصري الذي يعني تحدى الصعاب وقاد سفينه الوطن في مرحله من اصعب المراحل التي مر بها مرت بها جمهوريه مصر العربيه على مدار تاريخها تعتبر من اصعب المراحل فعلا لان كان تحديات كتيرة وجمة ومن كل الاتجاهات من الداخل ومن الخارج ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل رجال القوات المسلحة المصري المصرية اللي هو منهم الذين دائما ما يثبتون أن العسكرية المصرية هي المدرسة العليا للوطنية وعرين الأبطال ومصنع الرجال على مر العصور سيدة يمكن من أول نزول القوات المسلحة في الشارع المصري وشفنا انحياز القوات المسلحة للشعب المصري ولكلمه الشعب المصري وكان هنا دور المشير طنطاوي كبير جدا في هذه الفتره التحديات كانت كبيره الوضع كان صعب على الارض احتواء كل ما يحدث كان يعني محتاج معجزه شوف حضرتك هو يعني الحكمه بتتجلى في صورها في هذا المشهد يعني اعتبر من الساعه 4 28 يناير 2011 وكنت واشرف ان انا كنت شاهد عيان على هذه على هذا التوقيت تحديدا بدات فعلا بدايه نزول القوات المسلحه للوقوف وانحيازها الى جانب او صف الشعب المصري لحفظ الاستقرار والامن القومي انطلاقا من دورها في حمايه الامن القومي اللي بيكفلوا الدستور يعني وفقا للدستور المرحله دي كانت حرجه جدا وكانت ليها متطلبات كثيره جدا في ظل تحديات كثيره جدا من الداخل والخارج الصوره كانت واضحه بالنسبه للقوات المسلحه وجليه جدا فبالتالي كنا مستعدين ايام استعداد لمثل هذه المرحله عشان كده كانت التجهيزات والاعداد للنزول الى الشارع والانحياز لصف الجماهير في ظل تحديات كتيرة جدا كانت بتحول دون استقرار الدوله المصريه كانت ظاهره واضحه هنا تتجلى القياده الحكيمه للمشير حسين طنطا في هذا التوقيت باصداره الاوامر بنزول القوات المسلحه بعد ان اكدها مع رئيس الجمهوريه في هذا التوقيت الرئيس الاسبق محمد حسن مبارك فبالتالي دي البداية أو نقطة الانطلاق لكي يؤدي أفراد أو ابناء القوات المسلحة دورهم في حماية الوطن والانحياز بصورة مباشرة إلى جانب الشعب المصري ليه؟ لأن هم من بين يعني كان واحد من بين أبناء الشعب المصري يحافظون على استقراره في إطار دورهم الذي كفله كفله لهم الدستور حزن الشعب المصري في هذا التوقيت على خبر رحيله جاي من طريقة تعامله مع المصريين في هذا التوقيت من ضبط النفس لي للقاده الموجودين في الشارع بضبط النفس في التعامل للعساكر واحنا شفنا وهو موجود بيمر على العساكر وبيسلم عليهم وبيقول لهم خدوا بالكم من الناس فاعتقد ان جزء كبير من حزن الشعب المصري كان ناتج من تصرفاته وحرصه على ان المرحله دي تعدي بسلام وانه ما يؤذيش اي فرد من افراد الشعب المصري انا كنت احد القاده الموجودين في الشارع بحكم منصبي سواء كان كحاكم عسكري للجيزه في هذا التوقيت او كقائد قوات للتامين في وزاره الداخليه او في محيط أكاديمية الشرطة لتأمين المحاكمات اللي كانت بتجرى في هذا التوقيت كانت هناك كثير من الأحداث اللي دارت سواء في القاهرة الكبرى أو في في الجيزة هنا سواء أمام السفارة الإسرائيلية أو في بهمة في العياط في أحد مناطق أو في كرداسة أو في شارع محمد محمود واحد واثنين أو في مجلس الوزراء أو في ماسبيرو هنا أو في المحكمة دار القضاء العالي أو أمام وزارة الدفاع في بداية شهر خمسة 2012 2 5 تحديدا آه، يمكن كان شرفت بلقاء سيادته في العديد من المرات اثناء تجواله لتفقده القوات في هذا التوقيت وكانت دائما حينما تدفع عليها بعض القوات او العناصر لمساندتي او مساعدتي في تامين المقر اللي انا مسؤول عن تامينها داخل المنطقه المركزيه العسكريه كان دائما متزايد للأوامر بضبط النفس وعدم اطلاق الرصاص وعدم اعطاء الذخيره للمقاتل مباشره ولكن الذخيره تكون مع القائد المباشر معه عند الحاجه ولكن لا لا, لا ضروره ابدا لاستخدام الذخيره لاي سبب من الاسباب لان ده الشعب المصري قدامك ايا كان متلخبط او غير يعني الشخصيه اللي امامك دي مصريه في النهايه ولكن قد تكون او تبدو عليها ملامح اللخبطه او عدم الاقتناع في بعض الاحيان فان ده مش معناه ان انا اتعامل معاه باطلاق الرصاص وهي دي النقطه اللي كان بيراهن عليها الغرب او الاخر م. اللي كان ضدي هو كان بيستفزني او استنفرني داخليا او يحاول يعني يقتنص مني عقلي في هذا التوقيت عشان, عشان عنصق وراه اطماعه أهدافه وتطلع مني طلقه بطريقة الخطا او ايا كان الشكل تحت بند الاستثاره وبالتالي هو ده المستهدف ان الشعب يحتدم مع في صراعه مع الجيش وبالتالي تكون النتيجه هي انهيار الدوله المصريه فكانت الرؤيه واضحه عند القياده السياسيه في هذا التوقيت المتمثله في المشاهد حسين الطنطاوي رحمه الله وبالتالي كانت الاوامر دائما ما تزيل بضبط النفس والتاكيد على ضبط النفس بصوره مباشره وصريحه ومن سيادته شخصيا لانه دائما ابدا كان في مركز العمليات الدائم داخل هيئه عمليات قوات مسلحه من القياده العامه وبالتالي كان بيشرف باستمرار على الاحداث ووقائعها اللي بتدور في رحو في راحة الجمهوريه بالكامل سواء على الاتجاهات الاستراتيجيه المختلفه او في اعماق نطاق الجيوش التعبويه والمناطق العسكريه. ويمكن شفنا تعامل بحكمه شديده مع الموقف ب وعي شديد لمخاطر هذه المرحله وكمان ردود صارمه لجماعات كانت تهدد بحرق مصر ويمكن كل المصريين شافوا ده في رمضان اللي فات من خلال آه المشاهد اللي عرضت بالزبط. في مسلسل الاختيار المشاهد الحقيقيه للموقف. شوف حضرتك امتلاك الرؤيه للمشير طنطاوي رحمه الله وتعرفه على ارتدادات التحديات وهنا نقدر نشير الى القياده التخابريه اللي كانت موجوده في هذا التوقيت المشير عبد الفتاح السيسي اللي كان يقود اداره المخابرات الحربيه والاستطلاع في هذا التوقيت طبقا لمسماها. لهيئة الاستخبارات العسكرية حاليا، فبالتالي كانت المعلومات بترد يوميا من خلال العناصر المعنية وتوضع على أمام السيد القائد العام، وبالتالي بيتخذ القرار المناسب لكي يعني يدير دفة البلاد في إطار دوره المهم في إدارة شؤون البلاد، وهنا الإدارة غير القيادة أو غير غير يعني غير الحكم في حد ذاته اداره شؤون البلاد احنا بنسير الامور لكي لا تتعطل مفاصل الدوله ولا ادارتها انت مطالب ان الاجهزه المدنيه تشتغل والمؤسسات المدنيه تشتغل وفي نفس الوقت تحافظ على كفاءه واستعداد القوات المسلحه لانك انت التحديات والتحديات من يعني من كافه الاتجاهات الاستراتيجيه وبتحيط بيك وبتحدق بيك يعني في دول بتنهار حواليك وفي نفس الوقت ده بيعزز مطالب الحمايه والاستقرار على الاتجاهات الاستراتيجيه بالكامل وشوفنا هذا الكلام بالكامل في كان الدور يعني مزدوج ما بين القطاع المدني والداخل واستقرار الداخل اللي كان يعتبر الشراره في حاله اندلاعها هتبقى تاتي على الاخضر واليابس سواء داخل مصر او خارجها في محيطنا الاقليمي لان مصر هي رمانه الميزان وكان دايما يذكر هذه المقوله مصر هي قلب الخرشوفه مصر قلب الخرشوفه عشان تصل في النهايه الى الخرشوفه او الى قلبها لازم الاوراق تتساقط فبالتالي الدول العربية اللي حوالين مصر دي لازم تتساقط واحدة تلو الأخرى عشان الناس اللي قلب الخرشوفة، فده كان الكلام أو الكلمات اللي دائما ما يدلل بيها رحمه الله المشير حسين طنطاوي. ده هو قالها بالظبط في لقاء جمعه بالقادة والعساكر والضباط وقال لهم إن خدوا بالكم من مصر التن... كان دائما دي وصيته خدوا آه. بالكم من مصر زي ما سيادة اللي قال مصر دي قلب الخرشوفة وهم عايزين يوصلوا لقلب الخرشوفة فاحنا مش هنوصلهم لأن مصر لو سقطت كل حاجه هتضيع ومصر مش هتسقط بوجودكم وبحبكم لوطنكم. ايه وصيته للمصريين؟ حافظوا عليها. م. دايما يكون مصر غاليه حافظوا عليها. كان دايما يطلعها حافظوا عليها دي وكان بالمناسبه <applause> يمكن اشد ما يقلقه رحمه الله في فتره في السنه اللي هي بعد اغسطس او بعد ان يعني بعد 30/6/2012 وطل... وحتى 13 في الفتره دي بعد ان اقاله الاخوان من, من قياده القوات المسلحه في هذا التوقيت شهر 8 تحديدا المنظر هنا بعد طبعا معلوم كيف تم يعني اقالته من هذا المنصب في ده محاوله للتخلص منه ومن تاثيره على ابناء القوات المسلحه وتاثيره على وحب مم. الشعب المصري ليه، فكان مم. ده المنظر والمشهد اللي كان واضح وجلي للقاسي والداني يعني كل الناس كانت بتشهد هذا الكلام باحترافيه. اضعاف عزيمه القوات المسلحه اه بالظبط و... و... لان ده شخصيه محبوبه وشخصيه قياديه وشخصيه مم. لها كاريزما معينه فبالتالي عايزين يبعدوها عن المجال فكان مم. اشد ما يقلقوا دائما يقولوا انا خايف التاريخ يكتب ان انا اللي سلمت الاخوان مصر للاخوان خايف <applause> التاريخ يكتب كده ولكن الحمد لله في ظل حياته والحمد لله ربنا كرمنا بشعب مصري واعي مدرك لحقيقه الامور وممكن قالها قبل كده مش عطور اكتر من سنه وقد تدبقت تحققت نبوءته وكانت يعني النتيجه الرئيسيه في 30 ستة بازاحه الاخوان من الحكم وبالتالي اعاده مصر الى طيب انا عايز اكد بس على جزئيه هنا ان فعلا مصر كانت على حافه الهويه وكان لابد من وجود قبطان رشيد يعني امر بامر الله سبحانه وتعالى هو اللي يقدر ينقذها من هذا الموضوع عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني ادى الحك... ادى حكمته للقياده العسكريه في هذا التوقيت انها فعلا تنتشر البلاد من براثن الانهيار التام والسقوط التام وبالتالي النتيجه النهائيه الحمد لله ما ننعم به الان من امن واستقرار بفضل الله سبحانه وتعالى نمره واحد وفضل حكمه وقياده ابناء مصر الابطال من ابناء القوات المسلحه اللي دايما اكد عليها إن انهم يثبتون انهم يعني من مدرسه الوطنيه داخل جمهوريه مصر العربيه. صحيح ويمكن احنا كمصريين كنا بنسعد بوجود المشير حسين طنطاوي بجانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من يعني المحافل ووجوده كان آآ يعني آآ بيسعدنا آآ جميعا وحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار عن دور المشير حسين طنطاوي في حمايه مصر واصراره على كمان انه هذه الحقائق تظهر امام المصريين. وفاء للابطال احياء واموات. دي شعار ابناء القوات المسلحه باستمرار هذه الشخصيه الفولاذيه المحوريه ادت دورها باحترافيه شديده فلا لا لا, لا اقل من ان تكرم من قبل السيد رئيس الجمهوريه احد ابناء المؤسسه العسكريه الذي كان على اتصال قريب بكل مفاصل الامور وكيف كانت تدار فبالتالي المشهد قريب وواضح ومعروف الدور اللي رحمه الله عليه المشير طنطاوي واللي كان بيؤكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل الاتجاهات وفي كل المحافل اللي كان يلتقي بها، وكان دائما حاضرا في كل الالتزامات التدريبيه صحيح. وكل الاحتفالات بكونه يعني كتكريما وتشريفا واحتفاءا بهذه الشخصيه التي قادت البلاد في احلك فترات حياتها. عظيم شفت اكتر من فيديو منتشر على النت ال ال كده وهو بيتكلم مع الجنود والعساكر وبيهزر معاهم اه قد ايه حاجه زي دي ممكن تكون فرق عند العسكري أو طبعا القائد العام للقوات المسلحه اللي كان بيقوم في فتره احداث يناير او ما تلا احداث يناير من 11 اسم وقبلها حتى كمان 30 6 انا بتكلم على الفتره دي كان أوه. انا عايز اوصل ان هو كان بيدير شؤون البلاد مم. مش قائد قوات قائد عام قوات مسلحة فقط فهم. فهم. لكن مهمة ثقيله كمان آه. انا اقصد ك... يعني في, اطار دوره يعني القائد الاعلى للقوات المسلحه في هذا التوقيت مم. عايز اقول او قائد المجلس الاعلى للقوات المسلحه في هذا التوقيت فالدورين دول اللي دول, دول بيزود تخيل بقى ان القائد الاعلى للقوات المسلحه بيتناول الحديث او تجاذب اطراف الحديث بمرح او بفكاهه مع الجنود اللي هي الدرجات الادنى في في تصنيف الفئات في القوات المسلحه كرتبه يعني كدرجه درجه مقاتل يعني. الرتبه الاقل جدا دي مع الرتبه الاعلى في القوات المسلحه كلها بتعيش في حاله من من المحبه ومن الود ومن التعاطف ومن النبل ومن الاخلاق ومن الروح المعنويه العاليه ده ما م. بتنعكس على اداء المقاتل هنا انا شايف ان اعلى رتبه في القوات المسلحه صحيح. بتتجذب اطراف الحديث معايا وبتتناول بالفكاهه وبالكلمات يعني يعني كلام طيب ومهدئ للنفس وبيرفع من الروح المعنويه لا ده انا بالتالي زي احنا بنسميها كده في الملعب بناكل النجيله م. يعني لازم ندي ندي كل حق, حق حد حقه. يعني. وقد كمان يا فندم ممكن تكون دي رسائل غير مباشره لكل القاده في كل الميادين مش لازم عسكريين فقط. ده لكل القاده في بالظبط أه. في, في الميدان في الميدان العسكري وفي ايضا في القطاع المدني م. لما تشوف كده التعامل ما بين رئيس المؤسسه او رئيس الشركه وبين احد العمال الموجودين في فيها بهذا الحنو وهذا الدف اعتقد ان النتيجه هتبقى فارقه جدا في الانتاج طبعاً. انا بستهدف رفاهيه للدوله بستهدف في طار حفاظي على الامن القومي دور المباشر ان نصل بارقى درجات والكفاءه القتاليه معلوم من دورها احد عناصرها الروح المعنويه مم. فلو الروح المعنويه في اعلى سماتها واعلى تتجسد في احدث س... في أحلى... احد احد صورها واعلى صورها اعتقد ان ده الصوره الرئيسيه اللي هتبقى فيها اجاده تامه وده اللي كان بيحذو او بيتجه اليه السلوك بتاع المشير طنطاوي في تعامله مع ابنائه من ابناء القوات المسلحه على مختلف الدرجات. حقيقي ويمكن يعني سياده اللواء احنا بنتكلم على حاجه 20 سنه تقريبا في خدمه الوطن وفي أكثر. خدمه القوات المسلحه قائد عام بس صحيح مم. مساله التطوير اللي حصل في القوات المسلحه في هذه المرحله ودور المشير دي. حسين تنطوي في هذا آه. طبعا التطوير في الب... يعني احنا فكره عدم اقامه اي قواعد عسكريه في مصر والتاكيد على زي اجنبيه يعني مم. داخل جمهوريه مصر العربيه تنويع مصادر السلاح لكي لا يكون اصبعنا تحت درس اي من هذه العناصر مم. دي كانت يعني بدايه التاكيد على ان الدور في تطوير وتدريب وتاهيل واعداد ابناء القوات المسلحه في كل الافرع الرئيسيه وفي كل مناحي القوات المسلحه على قدم وساق مع الدوله التاكيد على ان يكون هناك طفره في التعاطي والتعامل مع التهديدات والتحديات اللي بتقابل الدوله المصريه وبالتالي تحديد متطلبات الامن القومي من قبل القوات المسلحه تتمثل في ايه؟ سواء كان في اقامه علاقات عسكريه وطيده بعض الدول سواء كبرى او عظمى في, في 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 تدريب مشترك ما بيننا وما بينهم تدريبات عسكريه في تثقيف وافاد بعض العسكريين الى الاستفاده من الخبرات اللي في الدول الثانيه في اطار دورات تدريبيه في دول متقدمه عسكريا الاستفادة من الأسلحة المتطورة والحضور لكل معارض السلاح اللي بتقام على مستوى العالم كله في كل دول العالم للوصول إلى الأحدث والأجود والذي يتناسب مع تحقيق المهام القتالية للمقاتل المصري واللي بيطلع يشوف هذا الكلام مش كبار القادة لا بالعكس ده العنصر المنفذ بالفعل عشان يشوف هل هذا يلبي احتياجاته لتنفيذ المهام الموكلة إليه من عدم يكون صغير مثلا آه ظابط صغير اللي يطلع يشوف آه. هذا الكلام يتأهل لو عجبه او استقر عليه يتاهل بقى ويتعدى فيه ويرجع لي بالخبره بتاعته ويبتدي ينشر هذه الخبره داخل جنبات ابناء القوات المسلحه في مجاله أو في, في 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 تخصصه فبالتالي النتيجه الايجابيه ايه قوات مسلحه قويه قادره واعتقد ان ما حدث في يناير وما تلى يناير يدلل على انها كانت هناك ايه ارضيه صلبه لابناء القوات المسلحه فكرا وعقلا وتسليحا واعدادا وتدريبا وجاهزيه لمقابله التحدي اللي كان بيستهدف استقرار الدوله الرهان الاساسي كان على ابناء القوات المسلحه ووعي الشعب المصري والاثنين الحمد لله كانوا في شراكه مستمره انهم يقدروا ينقذوا البلد ويخرجوا بيها في ظل قياده حكيمه رشيده كانت بتدير شؤون البلاد في هذا التوقيت ما حدث في هذا التوقيت من المشير طنطاوي بيرد على كلام ناس كتير قوي لما كانوا بيقولوا ليه الجيش نزل الشارع الجيش مهمته حمايه حدود البلاد فقط لكن أيه. نزول الشارع كان جزء مهم جدا ورئيسي في حمايه البلاد نفسها الماده الدستور الماده 200 بتقول لي ان انا انا مسؤول عن حمايه الاستقرار داخل الدوله المصريه طب لما الاقي ان هناك عوار حدث في احد المنظومه الامنيه اللي بتدير شؤون البلاد وكان في هناك استهداف لاسقاطها بطريقه مم. بشعه من خلال استهداف الاقسام الشرطه واستهداف السجون لاخراج المساجين منها عشان يعملوا حالة حل من, عدم الاستقرار وحاله من الفوضى يبقى هنا في عمليه ممنهجه بتتم على الدوله المصريه يعني استهداف اقسام الشرطه عشان تشل الحركه واستهداف ابناء الشرطه في الشوارع عشان تشل الحركه يبقى المنظومه الامنيه هنا بتختل فلازم انزل انا ادي دوري ويمكن ده عملته قبل كده في 86 وعملته النهارده في في, في يناير او 28 يناير تحديدا الساعه 4 ونزلنا الشارع لما نزلنا الشارع كان ايه حفظ الامن والاستقرار استجابه مباشره من المواطن الذي استشعر الخطر من قبل ما يحدث او من جراء ما حدث فبالتالي ابتدى المواطن يستقبل الدبابات المصريه اللي نازله شوارع الميدان مش عشان تضربه لا ده بالعكس ده بتحتضنه عشان كده كان بيتسلقها ويعتليها ويفضل يرفع علم مصر ويبتدي ي ي ي ي يعني يتصور معاه يتصور, يتصور ويهلل يعني. ويكبر في دليل في اشاره كامله ان هو راضي بوجود ابناء القوات المسلحه هم من جلدته لانه ابنه واخوه وعمه وخاله وقريبه الزخم ده او الحاله دي هي اللي حققت الاستقرار داخل الدوله المصريه في ظل انهيار كامل لدول تانية في محيطنا الاقليمي انهيار كامل لمنظومات امنيه مختلفه انهيار كامل وبالعكس يمكن انا شفت يعني دول كبيره كانت بتراهن على انهيار الدوله المصريه في هذا التوقيت ولكن الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى قدر يقف الى جوار الشعب المصري نشوف البلاد اللي حوالينا حصل فيها ويرشدوا إيه؟ الى انه يتخذ القرار السليم في انه يحافظ على استقراره هنا تجدر الاشاره بقى بالدور اللي قامت به القياده السياسيه فازت خد او كانت شؤون البلاد المتمثله في رحمه الله عليه المشير حسين طنطاوي الدور هنا يظهر ويتجلى بوضوح عشان كده بقول لحضرتك مرحله صعبه من عمر الوطن كانت اداره شؤون البلاد جمره من النار وهو كما كان, كان يصفها جمره من النار خايفه اسيبها تقع تحرق العالم البلد كلها مم. انا متحملها جمره من النار شايلها على ايدي خايف تقع توقع تحرق البلد كلها حقيقي. عشان كده انا على الصعوبه بتاعه بيتحدث المشير حسين طنطاوي عن مساله انه مصر دائما ما هي مستهدفه وعشان كده كان دايما يتحدث مع الجنود ومع القاده عن اليقظه المستمره عن انه دايما يكون مستعدين وفي اعلى درجات الاستعداد ما اشبه الليله بالبارحه. النهارده السيد الرئيس بيقول ايه؟ الوعي احنا في معركه وعي، المعركه ما انتهتش. استطاعوا بالفكر انهم يخلقوا جوانا يعيش بقتلنا ويتبين بهدمنا. فعلا المس... المشكله مشكله وعينا. ادراك القياده السياسيه العسكريه في هذا التوقيت ليه؟ ما يحاولون يعني تدبيره لمصر كان يعني الوعي ده هو اللي قدر يخلي الالتفاف والالتحام ما بين الشعب وجيشه ان هو يقف في حائط صد امام كل ادواتهم وكل ما اللي, اللي كانت بتحاول هدم الدوله المصريه صحيح احنا <ساتي> بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللي عادل العمده مستشار باكاديميه ناصر العسكريه اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا شرفنا استاذ دي انا اتشرفت بيكم ويعني نلتقي على خير دايما ان شاء الله